هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الذي أحسن كل شيء خلقه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون